من قلب التاريخ. أنا عايز الرعب يملى القلوب. يطل علينا حسن الأول سفاح القرن الحادي عشر صاحب مفتاح الجنة. يذكرنا بحسن الثاني سفاح القرن العشرين. إن العالم ينتظر دعوتكم، دعوة الهداية والفوز والسلام، لتخلصه مما هو فيه من الآلام. من منبت واحد يسقى بماء الغل والحقد والكراهية، خرجت طائفة الحشاشين وجماعة الإخوان، وضعوا الدين تحت أقدام السياسة، اغتالوا الأبرياء، أحرقوا البلاد، وقذفوا بالرعب في قلوب العباد، ففضحهم الله على علوم الأشهد. ولأن التاريخ لا ينسى، نعيد التذكير بما فعلوا. شهادات خاصة على الإخوان الحشاشين. أهلا بكم، شاهدنا اليوم على قضية الإخوان الحشاشين الكاتب والناقد الكبير الأستاذ عصام زكريا. الناقد الفني عصام زكريا هو صحفي وناقد سينمائي ومترجم وباحث مهتم بشؤون الثقافة، وله العديد من الكتب عن السينما المصرية والأجنبية، كما ترجم من الإنجليزية والألمانية كثيرا من المقالات والأعمال السينمائية والأدبية، ويرأس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة منذ عام 2017. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. عامل ايه؟ وكل سنه وانت طيب. انت طيب. عايز اسالك، يعني ليه الدراما التاريخيه طول الوقت هي الاكثر اثاره للجدل؟ يمكن مش الجدل بس، يعني بنلاقي فيه معارك كلاميه وخلافات كثيره جدا وتاويلات. يعني طبيعه هذه الدراما، لماذا تثير كل هذه الاشكاليات؟ لان الدراما التاريخيه دايما بتقارن بما حدث في التاريخ. وما حدث في التاريخ ده من الصعب ان احنا نعرفه مبدئيا او نحسبه بدقه، لانه في قصص مختلفه عليه. يعني اذا خدنا اي فتره تاريخيه او اي زعيم تاريخي او اي شخصيه تاريخيه، هتلاقي فيه وجهات نظر. ونفس الواقعه ممكن تكون مرويه باكتر من روايه، فاكتر من كتاب، اكتر من وجهه نظر. ده مبدئيا. كمان بقى لما بناخد هذه الواقعه ونحولها لدراما، بتتحول لشيء اخر تماما. لانه انا ما اقدرش اخد التاريخ مجرد، التاريخ مجرد ده يعني شيء يختلف تماما عن يبقى كتاب او الدراما. بحث او هي وقائع. يعني احنا كتب التاريخ اللي احنا درسناها واللي احنا بنقراها يقول لك سنه كذا قامت معركه كذا وانتصر فيها كذا. تمام. الكواليس بقى بتاعت الناس نفسها والشخصيات دي مش مذكورة في كتب التاريخ. الدوافع والنوازع الشخصية مش مذكورة في كتب التاريخ. فعلى كاتب الدراما ان هو يعني يختلق كل هذا، وانه يعمل دراما فيها صراع شخصيات، فيها الافكار دي وصراع الحضارات او صراع الافكار بيتجسد في دراما شخصيات. وفي علاقات إنسانية، ممكن تبقى علاقات كره، علاقات حب، علاقات صداقة، علاقات عائلية، صراعات عائلية. فهنا بتتحول المادة التاريخية دي إلى شيء مختلف. ولو فكرنا في حالة كاتب الدراما ده وهو بياخد من التاريخ، كاتب الدراما التاريخية، كاتب الدراما التاريخية وقدامه 50-60 مرجع، ممكن يبقى اكتر، وبياخد منهم، بس لازم ياخد الحاجات دي كلها يحولها لمشاهد. فيها في قرارات بياخدها طول الوقت. في حياة وعلاقات وقصص حب وصراع وشر وخير. بالظبط. هو كمان الاساس عنده انه يعمل دراما كويسة، مش انه يبقى مخلص للتاريخ. المخلص للتاريخ ده مؤرخ. لكن كاتب الدراما الأولوية عنده إنه يعمل دراما كويسة وفقا لقواعد كتابة الدراما. فاللي مش موجود في كتب التاريخ هو هيعمله. طب هل الخيال هنا، خيال الكاتب الدرامي في مجال التاريخ، هل الخيال ده نقدر نقول ليه ضوابط أو ليه حدود، أو لأي مدى ممكن أن يصل هذا الخيال؟
هي المسألة مفتوحة شوية، لكن احنا بنحاسبه على يعني مدى هو بيقول ايه. هل هو بيقول ان انا بعمل عمل تاريخي، ولا انا بعمل عمل خيالي مستلهم من التاريخ؟ يعني مثلا في فيلم اسمه الكونت، فيلم من شيلي، ده اللي هو كان اللي هو مستلهم دراكولا، بس بالظبط خلى شخصيه بنوشيدي فامباير، وهي شخصيه دراكولا تاريخيه، شخصية معروفه تاريخية. صحيح. هو تخيل فيلم رهيب طبعا، تخيل انه هو الشخصيه التاريخيه دي هي فامباير، مصاص دماء، مصاص دماء. وابتدى يحكي الوقائع التاريخيه اللي هي فعلا حصلت، بس من منظور ان ده الراجل ده مصاص دماء مش بني ادم، وعابر للتاريخ والعصور، وعابر للعصور وللازمنه. فهنا عمل خيالي تماما، ولكن مستلهم من التاريخ. كل بيعمل كده بس بدرجه او اخرى. يعني ريدلي سكوت في الفيلم بتاع نابليون، ده اثار كمان ضجه كتيره جدا جدا. وكتبوا على وفي اللي هو المؤرخ اللي اشتغل معاه، زي ما حصل هنا مثلا في مسلسل الحشاشين برضو، انه الراجل عمله معاه حوارات، فقال والله انا قعدت معاه وقلت له بس ده ما حصلش. فقال لي مش مهم. يعني مثلا تقريبا ده حصل في الحشاشين، نفس الحكايه. هو جه في المسلسل خلى نابليون يضرب الاهرامات بالمدافع. فقال له لا ده ما حصلش، المعركه كانت بعيده جدا عن الاهرامات. قال له مش مشكله، بس انا عايز ابين هو اذى الحضاره دي ازاي. ولازم ده يبان سينما، فانا مش هقوله تجريدي. هنا ممكن هو يختلق واقعه لم تحدث بس عشان يوصل بيها معنى ما. بالظبط. فهو هو لازم يبقى قاري كويس المراجع. يعني مش انها نتيجه اخطاء او نتيجه قله معرفه. المفروض انه يكون عامل شغله والهوم ورك بتاعه في هذا التاريخ كويس جدا. بعد كده هو يتصرف كما تشاء مخيلته الابداعيه. واحنا بنحاسبه على العمل كعمل درامي مش عمل تاريخ. مش كعمل تاريخ. يعني هنا عشان برضو نوثق ما جرى، يعني في احد اساتذه التاريخ اللي اشتغلوا في مراجعه مسلسل حشاشين طلع وقال انه احنا قعدنا وراجعنا، وبعدين لما شفنا المسلسل لقينا فيه حاجات كتيره من اللي احنا قلناها ما حصلتش. هذا كلام لا يعتد به، لانه بره الناس بتشتغل بطريقه انه انت ممكن كمراجع تاريخي تقول لي حاجات لكن انا ما اخدش بيها. بالظبط. لان لو لا يعيب العمل، اقصد لا يعيب العمل، لا يعيب العمل، لانه انا في الاخر مرجعيتي الاساسيه او المظله بتاعتي الاساسيه هي فن الدراما وليس المصداقيه التاريخيه. وعايز اقول انه مثلا فيما يخص الحشاشين تحديدا، هو مكتوب انه عمل مستوحى من التاريخ. ما قالش ان هذا هو التاريخ. هو لو قال لو قال استاذ عصام انه ده التاريخ، فيبقى وثائقي ما يبقاش دراما. بالظبط. مش كده؟ بالظبط. وحتى الاعمال اللي هي بتزعم ان هي وثائقيه، يعني ما هو كان في المسلسل بتاع كليوباترا مثلا، والضجه اللي اثيرت حاليا، وهو بيزعم ان هو عمل تاريخي وثائقي مستند الى مراجع وثائق، كان منوه عن ده. اوكي. لكن نظرا للضجه اللي اثيرت حتى قبل العرض، فقالوا انه ايه برضو انه هو يعني دراما او دراماتيزيشن، يعني صياغه دراميه للتاريخ. فنجا من ان انا اتعامل معاه لانه عمل وثائقي يعني تماما. طب خلينا نتوقف عند المصطلح ده اللي حضرتك قلته، صياغه دراميه للتاريخ. الصياغه الدراميه دي بتتيح للمؤلف تدخلات عشان تحقيق هدف معين، لان هو لما هيجي مثلا يستحضر التاريخ او يقدم عمل تاريخ النهارده، هو مش لمجرد انه يحكي لنا شويه حكايات. طبعا طبعا طبعا. يعني اي حد بيرجع للتاريخ علشان يعمل مسلسل او يعمل فيلم او يعمل روايه او حتى علشان يفكرنا بهذا التاريخ، هو يقصد به الحاضر وليس التاريخ. الا المؤرخين اللي هم شغلتهم هو التاريخ. يعني اللي هم زي اللي بينقبوا عن الاثار كده، الراجل المؤرخ زي المنقب عن الاثار، هو مش ملوش دعوه انت هتاخد الاثار دي هتستفيد بيها في السياحه وهتستفيد بيها في الاقتصاد، ولا هو بيشتغل الاثار ولا هتتاجر فيها ولا يعني ايه، هو ملوش دعوه.
او مثلا الاثر او المخطوطه اللي هو يكتشفها دي هتكشف عن ايه، ممكن تكشف عن معلومه جديده، هو مش علاقه، هو مش علاقه، هو راجل بينقب للعلم فقط، يعني من اجل العلم. وكذلك المؤرخ هو بيؤرخ من اجل العلم فقط، ويجب ان هو يتسم بالموضوعيه والحياديه والاخلاص للماده التاريخيه. لكن فبيجي بقى الصحفي او الروائي او الدراماتورجي مثلا بالظبط بيختار بقى الشخصيه دي، بيختار الفتره دي لان هو عايز يقول حاجه عن الحاضر. يعني لازم يكون في. طب وصلنا هنا لنقطه مهمه، لانه حضرتك يعني قدمت قراءه خاصه لهذا المسلسل، وانا عارف انه يعني المعايير اللي بتستند اليها طول الوقت هي معايير فنيه، يعني من الكتاب والنقاد القلائل الحقيقه في مصر يعني اللي بتعمل ده، لانه في بعض الناس بيعملوا قراءات ملونه اذا جاز التعبير، يعني ياخد المسلسل ويحطه على قالب كده توجه او ايديولوجيا او الى اخره. انا بعمل كده مثلا يعني أيوه على سبيل المثال. أيوه. لكن انت بتعمل ده بشكل مجرد. لو قرينا مع بعض هذا المسلسل من عين الناقد الفني تقول ايه عنه؟ بعيدا عن ما يقال من هنا ومن هناك حوالين المسلسل، فاذا نظرنا الى هذا العمل كدراما فهو دراما جيده جدا، ومسلسل جيد الصنع جدا في رايي كناقد حقيقه يعني. لانه يعني تبني ده على ايه؟ ابني ده على انه في يعني الكتابه بتاعت الشخصيات وكتابه الشخصيه الاساسيه هي مكتوبه بشكل جيد جدا. وده نمط او تيمة مألوفة في الدراما، فكرة الصعود والسقوط. البطل او الانتي هيرو اللي هو البطل اللي ضد البطل ده اللي هو البطل السلبي يعني، صعوده وسقوطه بنلاقيها في اعمال عالمية يعني، او اعمال هنا سينمائية شعبية بتاع الباتشينو اللي احمد زكي عمله في الامبراطور، في عشرات الاعمال يعني. هنا معظم افلام عادل امام كده، معظم بالظبط يعني في المولد مثلا عمل سلام يا صاحبي، سلام يا صاحبي بيطلعوا ويسقطوا. يعني هي تيمة درامية من قدم الدراما. فهو المسلسل مكتوب وفقا للتيمة دي، الشخصية هي شخصية قوية فيها ايجابيات، فيها عناصر قوة، ولكن هو بياخد بالعناصر القوة دي بياخدها لفين؟ للغرور، لغاية ما يصعد بقى إلى قمة العزلة الأنانية والإحساس بأنه هو مطلق القوة، ويبتدي بقى إيه؟ السقوط بعد كده. كل اللي بناه ده يسقط. فدي صيغه دراميه، قديمه يعني، قديمه. وهي والمسلسل معمول يعني ايه كصيغه دراميه او كتيمه دراميه معموله كويس جدا. كمان بقى بما انه عمل تاريخي فانا بحس ان انا فعلا بتفرج على عمل يعني في ريحه التاريخ، في دقه شديده جدا في اختيار المواقع بتاعت التصوير، في الملابس، في الأسلحة، في الأكسسوارز أو يعني الأدوات كلها اللي موجودة. تتكلم على شكل الشوارع، الأسواق، الشوارع، الأسواق، في دقة الحقيقة نادرة في الدراما العربية. في الدراما العربية عموما يعني. أنا شفت حتى حاجات اتعملت عن نفس الفترة التاريخية، مسلسل سوري يعني اللي هو سمرقند، حشاشين أفضل منه يعني في كعمل درامي وكعمل تاريخي، في دقة كبيرة جدا، تنفيذ المعارك مثلا يعني أعتقد غير مسموح، فائق الجودة، غير مسموح فائق في الدراما المصرية. كمان أنت بتبني يعني وفي إيقاع كمان، في إيقاع في المسلسل، في تشويق. يعني ما بتحسش بالملل، أنا ما بحسش بالملل يعني. عايز أقول لك تقريبا المسلسل، وانت ملول بطبعك وانا ملول بطبعي. والواحد وخصوصا في رمضان بيبقى حاجات كتيره، وممكن يعني لو المسلسل فاتك او اتاخر شويه او بتاع لا يعني. عايز اقول لك المسلسل الوحيد اللي بقعد انتظره لانه عايز اعرف ايه اللي هيتعمل في الحلقه اللي جايه. فهو في الحقيقه ايقاع وفي بنى درامي جيد جدا.
ممكن يكون في ملاحظات طبعا يعني بطبيعه الحال لان انت قدام عمل بشري والعمل البشري بطبيعه الحال لا يصل الى درجه الكمال يعني طبعا. لكن ده يخليني باللي حضرتك قلته لما اشرت مثلا للدراما العربيه التاريخيه وقارنت بالحشاشين. احنا حصلت فتره انقطاع عن الدراما التاريخيه في مصر، انتاج الدراما التاريخيه في مصر. شايف انه بعوده الدراما التاريخيه دي من خلال مسلسل الحشاشين قطعنا شوط قد ايه لقدام يعني مقارنه بالمنتج زمان؟ يعني انت عارف زمان ده يقول لك ايه والحنين الى الماضي أوكي. وكنا بنعمل مسلسلات مش عارف ايه وكنا مكسرين الدنيا زمان، كل حاجه زمان حلوه يعني. لكن برؤيه برضو مجرده يعني لما نقارن هذا الانتاج بما انتج قبل ذلك من اعمال تاريخيه في الدراما المصريه. هقول لك بصراحة معظم الأعمال التاريخية اللي كانت بتتعمل عندنا هي بتدور حوالين شخصيات مثالية إيجابية عظيمة صحيح. فبيبقى فيها نزعة التمجيد زايدة جدا وبالتالي بتفقد العمل الدراما وبتحس إن هو منشور دعائي أو تمجيد في عظمة هذه الشخصية أكتر من انه عمل درامي. يمكن من بعد الزيني بركات طبعا ده كان جمال الغيطاني وكان محمد سيد عيد بالظبط ويحيى العالمي بالظبط. من بعد الزيني بركات يمكن اعتقد ان الحشيش هو اول عمل يعني يتجاوز هذه المشكله يبقى عمل درامي علشان يمكن الشخصيه نفسها مش ايجابيه. فمهم ان احنا نعالج التاريخ من منظور الدراما وحتى لو كانت الشخصية هو على فكرة يعني المسلسل حوالين شخصية سلبية صحيح بس هي فيها إيجابيات ومش كله شر وبالعكس جاي بمكان القوة وده تقدر تقول عليه انه نوع من يعني الموضوعية عند المؤلف موضوعية. يعني انه انا جايب شخصية سلبية لكن مش هخليها رمز الشر المطلق زي ما كنت بعمل قبل كده اجيب شخصيات بالزبط. تبقى رمز بالزبط. الخير المطلق بالظبط. نفسي بقى يحصل ده لما نيجي نعمل الشخصيات الإيجابية ان احنا ما تبقاش يعني ملايكة تبقى شخصيات حقيقية من لحم ودم يعني عندها مخاوف عندها مطامع عندها نقاط قوة نقاط ضعف عندها نقاط ضعف عندها أخطاء ممكن تكون ارتكبتها والبطولة مش ان الواحد يتولد نبي بنبوءات كمان بنبوءات يعني البطولة مش ان الواحد يتولد ملاك لا البطولة بتصنع ودي احنا بنحب الدراما عشان كده عشان بنشوف الأبطال وهم يعني بيتصنعوا فما ينفعش انت تجيب لي الشخصيه من اول المسلسل لغايه اخره وهي ملاك طاهرة كامل ملاك كامل لا لازم يعني يعمل خطا وبعدين يعرف خطاه ده فيتجاوزه فيتحول الى بطل. يعني حضرتك عشان برضو ما نبعدش عن الخط الاساسي لحوارنا اللي هو الاخوان والحشاشين انه حاله المزاوجه ما بين الخير والشر في شخصية الصباح في الآخر أطفت مصداقية على العمل نفسه وخلت الناس تتجاوب مع الدراما يعني تقبل ما تقوله عنها من شر لأنك أنت شايف أنه شخصية إنسان بالزبط. وبعدين كمان إيه في فكرة أن أنت مستني هيعمل إيه لأن أنت لو حكمت على الشخصية من أول حلقة أنها شر مطلق أو خير مطلق فانت خلاص عارف هي هتعمل ايه لكن انت هنا شخصيه ممكن يعمل حاجات احيانا ايجابيه يعني مثلا علاقته بعمر الخيام مثلا في الحلقات الاخيره هي تختلف خالص عن سلوكه بالظبط رغم ان هو عارف ان عمر الخيام ده سكير وملحد فمفروض انه سلوكه الطبيعي انه يقتله ده وفقا للعقيده بتاعته يعني او بالظبط او ما يدعو ليه لكن هو عنده حته انسانيه ممكن تخليه يعني وده طبيعي ان كل الناس كده طبيعي ولما حتى بنقرا عن الشخصيات يعني الحقيقيه هو هذه التصرفات لانه البعض فهمها خطا هي لا تشفع للشخص هو شخص طبعًا شرير طبعًا يعني شخص طبعًا سوداوي شخص طبعًا بيكفر المجتمع وبيخربه فالملامح دي ما تغلبش الناس بس يعني ما تعتقدش ان هو كده بالعكس بالعكس ده هي بتبين قد ايه انه حتى اللي هو ممكن يكون بيحرم كل شيء في العالم كان برضو عبد الرحيم كمال كان عاملها
في مسلسل اللي هو القاهرة كابول اللي هو محرم الموسيقى ومحرم كل حاجة بس في لحظة بيجيب واحد يعزف له لأنه في حتة ما هو الإنسان لازم يكون جواه حته برضه هو الانسان ممكن يبقى شر 80% انسان معقد بطبيعته كمان طبيعي يعني طبيعي دي الشخصيات اللي من لحم ودم طب انت عندك مش هقول انحياز ولكن انت كنت شايف في الرؤيه الدراميه انه شخصيه زي نظام الملك كان مفروض تاخد مساحه اكتر ايه دافع حضرتك في الراي ده اولا لسبب فني انه لازم يبقى عندي كذا شخصيه قويه في العمل الشخصيتين اللي هم اذا نقارن بالقاهره كابول القاهره كابول كان في ثلاث شخصيات الثلاثه اقوياء جدا كان في اربعه واحد منهم مات يعني المذيع الثلاثه الاساسيين والضابط والضابط هم في نفس التيمه فكره الثلاثه الاصدقاء اللي كل واحد منهم بيعبر عن فكره بيعبر عن توجه في الحياه صحيح دي قراءه مهمه فكان لازم يبقوا الشخصيتين التانيين على نفس الدرجه من القوه او يعني يبقوا قريبين من القوه للاسف شخصيه عمر الخيام كتابه وتمثيلا وما كان مش بنفس القوه مش قويه وبعدين نظام الملك اللي هو شخصيه قويه جدا اللي هي كانت المفروض تعمل التوازن لان هو ده الراجل ده اللي هو عكس حسن الصباح تماما الراجل اللي مع فكرة قوة الدولة في مقابل اللي عايز يفكك الدولة مع قوة الحضارة لأنه نظام الملك ده هو ليه الفضل الأول في إن الدولة السلجوقية دي بقت أكبر إمبراطورية في الوقت ده بسبب اهتمامه بالتنظيم الدولة بالعلم بالتعليم هو تنسب ليه المدارس النظامية يعني هو اللي أسس المدرسة أصلا فكرة المدرسة في العالم كله بعد كده الصليبيين خدوها وعملوها في أوروبا فكرة إنه في مدرسة الناس تنتظم فيها كانش ده موجود قبل كده كانش في حاجة اسمها مدرسة قبل نظام الملك وعنده كتاب مهم جدا كمان سياسة نامة بالظبط فهو راجل دولة نموذج لراجل الدولة الحقيقي يعني في مقابل الفوضوي فكان يمكن تقويه الدور كان نفسي انه يفضل موجود شويه كان نفسي يبقى موجود ويبقى باين هو بيعبر عن ايه في مقابل ايه طيب خليني برضو اركز عشان الفكره اللي احنا يعني مرينا عليها نعيد التاكيد عليها مره تانية بفكره رسم الشخصيات انت شايف انه بعض الملامح الايجابيه في الشخصيه السلبيه لا يبرر لان الناس يقولوا والله ده راجل كويس طبعا لا ده هو شخصيه كويسه خاصه طبعاً. اعتقد انه استحضار هذه الشخصيه كان لمخاطبه العقل الاني بانه هذه الجماعات تمثل خطر طول الوقت طبعا على فكره هو اكبر فخ احنا ممكن نقع فيه ان احنا نشيطن اللي احنا مختلفين معاهم احنا مش بنشيطنهم احنا مختلفين معاهم وبنفند افكارهم وبنفند سلوكهم وبنفند عقيدتهم لكن هم كبني ادمين ممكن يكون لهم ايجابيات وده بنلاقيه في كل الشخصيات اللي هي التاريخيه اللي هي كانت استبداديه او متطرفه او يعني كان عندهم حاجات ايجابيه يعني عندهم ملامح انسانيه عندهم كمان كاريزما ما نقدرش ننكر عليهم الكاريزما والا ما كانش بقى بدليل انه ليهم هذا التاثير والا ما كانش بقى لهم كل هذا الاتباع حتى بعد وفاتهم ليهم اتباع لان هم كانوا عندهم الكاريزما والكاريزما ليست حكرا على الشخصيات الايجابيه بالعكس يعني الشخصيه الشريره او المخربه او المدمره ممكن يبقى لها كاريزما ما هو قوى الظلام ليها جاذبيه زي قوى النور صحيح. اللي احنا بنتعلمه في الدراما في كل يعني الاعمال الخياليه الدراميه من هاري بوتر ولورد اوف ذا رينجز وكل الاساطير يعني يعني من اول اوزوريس وست ما هو ست كان ليه اتباع اوزوريس كان ليه اتباع ده اله الشر والخير ده اله الشر والصحراء بس ده كان عنده اتباع وعنده قدره على جذب الناس وده كان عنده قدره على جذب الناس والاثنين قريبين في القوه من بعض طب في قضية درامية خلينا يعني نفتح الحديث عنها بعد الفاصل
وهو هل احيانا لما تبقى في شخصيه تاريخيه ليها كل هذا الزخم او كل هذا التاثير، ولما يجي كاتب درامي يتناولها او كاتب روائي حتى يتناولها، هل في انه الشخصيه ممكن تغلب الكاتب او تجعل الكاتب اسير لهذه الشخصيه؟ بس خلينا نتكلم في ده بعد الفاصل. فاصل ونعود لاستكمال هذا الحوار حول قضية الإخوان الحشاشين مع الكاتب والناقد الكبير عصام زكريا. أهلا بكم من جديد، نستكمل سويا هذا الحوار حول قضية الإخوان الحشاشين مع الكاتب والناقد الكبير عصام زكريا. أهلا بك مرة تانية. أهلا بك. يعني أنا بتهيألي إحنا بنطرح قضية يمكن دقيقة شوية في الإبداع الروائي والدرامي، لأنه أحيانا الكاتب بيستلهم أو بيستحضر شخصية تاريخية، الشخصية التاريخية دي لها زخم ولها تأثير إيجابي أو سلبي، فبيقع الكاتب او السيناريست اسير لهذه الشخصيه، يعني الشخصيه بالبلدي كده بتغلبه. صحيح. ففجاه وهو عاوز يصور بشاعه هذه الشخصيه فتلاقيه ايه يعني يضعف قدامها احيانا. صحيح. هل انا بتكلم عن قضيه حقيقيه؟ بيحصل طبعا. بيحصل، اصل هي كتابه الشخصيات دي احد عناصر الفن الدرامي او الفن الروائي. بس في عناصر اخرى. فعلى الكاتب انه ما يخليش عنصر يغلب على عنصر تاني، وده ممكن يحصل مثلا في اللغه، ان اللغه تاخده اكتر مما يتحمل الموقف. فيبقى عنده بلاغيات وصياغات وجمل جمل فضفاضه، تبقى لغته فضفاضه او لغته اقل من التعبير عن الدراما. فهنا لازم، ومع ان الشخصيات ممكن تبقى عظيمه. الحوار احد العناصر، الحبكه، الايقاع، فاحيانا الشخصيه ممكن ان هو يعني يروح مع الشخصيه وينسى اهميه العناصر الاخرى. بيحصل. بس
احنا بنتكلم على يعني ناس محترفين وعلى عمل انتاج جماعي. هو الدراما هنا مش مسؤوليه الكاتب فقط, مسؤوليه الكاتب فقط. فلابد من انه يبقى فيه, عشان كده خلقت المراجعه والمسودات. مش في حاجه اسمها الدرافت الاولاني والدرافت الثاني والدرافت الثالث والدرافت الرابع. انت كده انت عشان كده مع انه يعني المسلسل ما يتصورش لما يتكتب بشكل كامل. لازم لازم لازم, لازم 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 ده يتكتب ويتركن شويه ويتقري تاني ويتراجع وبعدين يتراجع تاني وبعدين يتكتب مسوده تانيه وثالثه ورابعه وخمسه. زي ما بيحصل في كل يعني في كل العالم الحقيقه, كل العالم يعني وعين خارجيه تشوفه, وبعدين الناس نفسهم اللي كاتبين, يعني هو نفسه اللي كاتب يرجع يبص عليه تاني. احنا لما احنا حضرتك كاتب وانا بكتب مقالات, لما بنرجع نبص على اللي احنا كتبناه بيبقى فيه يعني 3 4 ايام بنبقى عايزين نغير صحيح حاجات. صحيح صحيح صحيح. فطبيعي انه ان انت طول ما بتراجع. في الامام الشافعي نفسه قال يعني ان انا لما بنظر فيما كتبت فاقول لو حذفت هذا لكان افضل ولو اضفت هذا لكان افضل. بالظبط. عشان كده اتعملت المراجعه. عشان كده المراجعه اتعملت. كان مصطفى امين يقول لك انا ما بقراش اللي كتبته لانه لو مش هنشره مش هنشره. صحيح صحيح بالظبط. صحيح. فلازم يبقى فيه وقت للكتابه, وقت للمراجعه, وقت لدرافت اولاني, لدرافت ثاني, لدرافت ثالث, لدرافت رابع. فكل ما يمكن ان يكون هناك من سلبيات يتم تلافيها. يتم تلافيها مع كمان محترفين تانيين يساعدوا. يعني احنا بنشوف بره الاعمال وما في حد يجي يبص على الحوار بس. ممكن يقعد يظبط بس الايقاع بتاع الحوار. ممكن يكون حد بيجي يحط بس ايه يعني بيتقال عنها اللي هي ايه يعني لحظات استراحة شوية في الدراما. مش عمل فردي ابدا. فيحط حتة يعني فيها حس كوميدي او حتة فيها حس ايه راحة شوية من الدراما, لان مثلا الايقاع السريع طول الوقت ده ممكن يجهد المشاهد. فيفقد يفقدوا حماسه للمتابعه. يعني او يعمل عنده حاله من التشبع يعني. بالظبط. فمحتاجه الدراما ان هي تريح شويه. فاحيانا يجيبوا حد متخصص في الحته دي يقول له طب الحته دي ريح لنا الحته دي ترتاح شويه. الحته دي ترتاح شويه. دي علم كبير. طب بمناسبه هذا الحديث, يعني لو قرينا مع بعض الفريق اللي هو المكمل بقى, يعني النص, كلمنا عن النص وايه اللي المفروض يحصل فيه. عندي اخراج وعندي مصممين معارك وعندي ديكور وعندي اضاءه, ازاي قريت هذه العناصر في هذا المسلسل؟ اعتقد انه يعني تم التعامل مع النص بشكل جاد وفي مجهود كبير جدا. اختيار الممثلين في معظمه هايل جدا. يعني الكاست زي ما بقولوا يعني الكاستنج يعني او الفريق الممثلين يعني في اختياره ممتاز. يعني انت كنت محتاج لشخصية عندها كاريزما. ممثل قصدي عنده كاريزما. يعني في بعض الناس شافت انه يعني ممكن يبقى سلاح ذو حدين, انه كريم فادي حسن الصباح ممكن يعني يبقى سلاح ذو حدين شويه. بس لا, بس ده مهم في الدراما. انت ما احنا بنشوف عشان الناس تتعلق بالعمل. يعني ما احنا بنشوف افلام بيبقى عامل سفاح بس انت بتجيب ممثل كبير. يعني جاك نيكلسون بتجيب صحيح. لسه مثلا دارك نايت بتاع باتمان. هيث ليدجر كان عامل الجوكر. فيلم الجوكر نفسه اللي كان فيه يعني الشخصيه الشريره, فكان فيه نجم كبير وعندنا هنا عنده كاريزما وعنده وعندنا هنا نجوم كتير قاموا بدور الشر. بالظبط يعني. بالظبط بالظبط. فلا, لانه عشان الناس تتعلق بالعمل وتعرف تحافظ على متابعته يعني, فكان اختيار كويس يعني. طيب لو بقى فتحنا قضيه اعتقد انها قضيه مهمه جدا, يعني مش بس فجرها مسلسل الحشاشين ولكن فجرتها حالة الدراما المصرية وتحديدا حالة التلقي للدراما المصرية. يعني انت كتبت الحقيقة انا بعتبره من اهم المقالات اللي هو من يشاهد ماذا.
ودي قضية كبيرة طبعا. واعتقد انها شغلات كمان من زمان بالظبط بالظبط لانه احنا ما بقاش عندنا فكرة الجمهور الواحد يعني يمكن واحنا صغيرين كان ما كانش فيه غير قناتين في التلفزيون وبعدين بقوا ثلاثة وكان بيجي مسلسل الساعة 5 فتلاقي ايه مصر كلها بتتفرج على والعالم العربي كمان كان ما كانش فيه الفضائيات اللي موجودة بهذا الشكل فكان في فكرة الذوق الواحد وكمان كانت الدولة مع الطبقة الوسطى اللي هي بتحكم واللي هي سيدة في المجتمع هي فرضة الذوق بتاعها ممكن يبقى فيه يعني هوامش لكن في الاخر في ذوق رئيسي في موحد يعني في ذوق موحد يعني نفس الجمهور كان بيتفرج على نفس المسلسل في نفس الوقت فده بيعمل حتى نوع من التوحد الشعوري حتى مش بس انه بيهتموا بنفس القضيه ده الناس حتى شعوريا بيبقوا شكل بعض بيبقى في ثقافه جماعيه قريبه من بعض او موحده كمان احساس بالهويه وده احد على فكره وظائف الفن طول عمره ان هو يحقق الهويه الجماعيه دي بين الناس وبين المجتمع حصلت تغيرات كتير في فضائيات وفي بالظبط في العالم كله مش في مصر بس فبقى في جزر منعزله طول الوقت عايشه في كوميونيتيز او مجموعات افتراضيه مع بعض وده على فكره كان حتى محور فيلم كان اتعمل على السوشيال ميديا ومواقع التواصل واللي عملته يعني من ضمن الاثار ان هي خلت بقى في بدل ما تعمل يعني حوار وتفاهم بين الناس لا دي زودت الاستقطاب وزودت العزله في ناس بيسموها التفاصل الاجتماعي التفاصل مش التواصل هي بالظبط لانه بقى انت لو طرحت اي فكره على مواقع التواصل هتلاقي الضد بتاعها على طول جه وناس بتتحزب بالظبط وتحزبت فده بقى موجود من ناحيه ثانيه كمان انه كسرت منافذ العرض من لابتوب لتلفزيون لمنصات لموبايلات لريسيفر للشاشه التقليديه لا تزال موجوده الشاشه التقليديه الارضيه التلفزيون الارضي فبقى لو دخلت بيت هتلاقي كل واحد قاعد في حته بيتفرج على مسلسل غير التاني بالظبط انت حتى المنصات بتديك ثلاث شاشات فممكن يكون في نفس اللحظه بالزبط. في ثلاثه في البيت بيتفرجوا في نفس البيت بيتفرج كل واحد منهم بيتفرج على حاجه ان احنا نعمل قياس للنجاح او نعمل قياس للتاثير تاثير الدراما على الناس ده محتاج ان احنا نفهم الاول طبيعه الجماهير اللي موجوده دلوقتي ما بقاش جمهور بقى جماهير لازم نعرف ده وفقا لايه وفقا للمستوى الطبقي للمستوى الثقافي والتعليمي للمستوى العمري لمستوى نوعي حتى لمستوى الاقليمي مدينه ولا ريف ولا تكلم على عزب وكفور بالظبط فلازم يبقى كل الحاجات دي تتحط في اعتبارنا واحنا بنقيس مدى تاثير هذه الاعمال مهم جدا للمنتجين مهم جدا للمحللين الاجتماعيين والسياسيين وللمحللين الثقافيين لان التحليل الثقافي ده هو دلوقتي اللي ورث النقد يعني النقد ما بقاش مهم قوي دلوقتي في العالم لا في حاجه اسمها التحليل الثقافي او النقد ما بقاش بشكله التقليدي مش بالشكل اللي هو بتاع ان في معايير وتقعد تطبقها على كل الاعمال لا النقد الثقافي ده الغلبه ده الغلبه دلوقتي فكره التحليل الثقافي دي ان انت بتشوف تاثير العمل على المتلقي وازاي المتلقي بيقراه وبيعمل ايه مع المتلقي فده اللي بيقول لنا حاجات مفيده عن الدراما وظيفتها ايه والدراما تاثيرها ايه وعن المجتمع نفسه اللي بيتلقى هذه الدراما فاحنا مهم جدا دلوقتي ان احنا نبقى عندنا ادوات قياس دقيقه ومعلومات دقيقه واستبيانات دي هتفيد بعد كده دي مفيده في تطوير جدا مفيده للصناعه نفسها مفيده للباحثين مفيده للنقاد كمان عشان احنا ما نقعدش ننقد في جزر منعزله ما هو ده يخليني اروح للسؤال لان انت حضرتك لما طرحت انه من يشاهد ماذا
في سؤال ملازم لده اللي هو من يتحدث عن ماذا؟ لانه احنا دلوقتي الناس بالترجمه هيقول لك اصل احنا عندنا 100 مليون ناقد. طيب بدا يظهر النقاد اللي هم متخصصين زي حضرتك، صحفيين عاديين ما لهمش، صحفيين فن بيكتبوا احيانا اللي هم ما نطلق عليهم فئه المؤثرين دلوقتي على السوشيال ميديا، وقد يكون غير متخصص مثلا في الدراما لكن يطلع ينتقد الافراد العاديين، الناس اللي هو عنده صفحه فيكتب يقول رايه وهو الى اخره بالزبط. فهنا برضو انه التلقي كان واحد للمشاهد، الكلام مش برضو موحد. يعني انت كنت بتلاقي مثلا زمان فتلاقي يقول لك ايه الاستاذ سمير فريد قال، الاستاذ رفيق الصبان قال كده، يعني الوقت فيه برضو غابه من النقد والتعليقات. ايوه شايف الظاهره دي ازاي؟ في كتاب كان تم ترجمته مؤخرا نزل يعني في مصر يعني في وكان في مكتبه الاسره حتى نزل منه طبعه ثانيه اسمه موت الناقد. موت الناقد على هذه الظاهره. فكره انه الناقد بالمفهوم القديم ده اللي هو كان مؤثر واللي كلمته ممكن تهز طبعا تهز الصناعه. انت فاكر سامي السلموني مثلا عندنا وتحرك الراي العام يعني يبقى عامل ازاي؟ وكان انه القراء نفسهم ومستنين عايزين يعني يعرفوا الفيلم ده كويس ولا وحش، او الفيلم ده يفهموه ازاي يشوفوه ازاي، فيستنوا المقالات بتاعت النقاد الكبار دول. ده ما بقاش موجود لا في الادب ولا في السينما ولا في المزيكا، ما بقاش موجود. يعني بقى في النقاد اللي هم بتوع الاكاديميه او الباحثين اللي هم في الجامعات، ودول مش مؤثرين بيعملوا الشغل عاده لنفسهم ولتلاميذهم وللدايره النخبويه الصغيره اللي بيتحركوا فيها، وفي كتاب الريفيوز اللي هي المراجعات الصحفيه النقديه. لكن الناقد ده اللي هو المؤثر بقى عمله يعني نادره ومش ما بقاش ليه نفس التاثير بتاعه ده بسبب اللي احنا بنتكلم فيه ده، انه بقى في ديمقراطيه ده في ديمقراطيه المعرفه وديمقراطيه الراي بالظبط. يعني زمان كنت تلاقي مثلا نقاد يعني الله يرحمه الاستاذ رؤوف توفيق مثلا، فكان يروح المهرجانات العالميه ويجي يكتب، فهنا الجمهور ما شافش بالظبط، لكن هنا دلوقتي الجمهور بيشوف كل حاجه بالظبط، بيشوف اكتر من نقاد بالظبط يعني في افلام كتب عنها الاستاذ رؤوف في سلسله كتبه ممكن لحد دلوقتي الناس ما شفتهاش لكن الان كله معروض، كله موجود وكله له حق الكلام وعنده الادوات اللي يتكلم بيها بالظبط، ومصادر المعرفه كلها متاحه موجودة. بس الحالة دي مش ممكن تكون ليها بعض التأثيرات السلبية؟ طبعا ما هي فيها حالة من الهيولية كده الهيولية يعني حالة من الفوضوية شوية. هتسفر عن ايه خلال 10 سنين جاية الله اعلم. انما هو العالم كله عايش لكن فيها. الظاهرة لازم تتفاعل، لكن الظاهرة موجودة ولازم نفهمها عشان نفهمها نقدر ننتقل خطوة للامام. فهو ده اللي احنا يعني بحاول ان احنا نحاول نفهم ايه اللي بيحصل. ايه اللي بيحصل؟ الناس بتتفرج على ايه؟ وليه؟ وناس بتتكلم في ايه؟ وناس بتتكلم في ايه؟ لازم نفهم ده. مهم للجميع، مهم للناس اللي بتعمل الدراما نفسها واللي بتعمل الفنون، ومهم للباحثين الاجتماعيين والباحثين السياسيين. انا بستغرب مثلا انه احيانا بيبقى فيه مواطن، هو المواطن ده ليه حق ان هو يقول رايه تمام جدا عادي، لكن بلاقي ان رايه ده اللي هو بيعبر بيه عن وجهه نظره اللي هي لا ليها معايير فنيه ولا معايير دراميه ولا حاجه، فتلاقي انه صناع الدراما يتاثروا جدا بالاراء دي ويتضايقوا ومعتبرين انه لدرجه انه يطلع مثلا فنان يقول لك اتفرجوا انتوا ساكتين انتوا ليه بتتكلموا اصلا؟ ما هو ده ما هو ده من ناحيه ثانيه طبعا بيبقى فيه او بيجيبوا ناس بقى تكتب لهم يعني ياجروا بقى شركه سوشيال ميديا تقعد تكتب عنهم لكن الراجل اللي هو طالع مثلا الفنان يقول لك ده اتفرجوا وانتوا ساكتين، ده ضد الظاهره، ضد التيار اللي ماشي يعني. ما هو يعني اللي عاده يعني طول عمرهم الفنانين لو كتبت حاجه ما بتعجبهمش بيعتبرك ما بتفهمش، ما بيعتبرك ما بتفهمش. لو كتبت ايجابي بتبقى انت اعظم واحد يفهم في الدنيا، طبيعه الاشياء عانينا من الحكايه دي كتير. ده يعني مفهوم يعني مقبول لكن الفكرة انه هي بالعدد بالكم ولا بالكيف. لانه كمان دلوقتي
بقى في فكره اللي بيحقق قرايات ومشاهدات اكتر يبقى هو الاكثر نجاحا. مع انه ممكن يكون ما بيأثرش. دي محتاجه اعاده نظر الحكايه دي. ممكن يكون ما بيأثرش على فكره. يعني هو ممكن يكون ما انت في 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 كليب مثلا بيتشاف 10 مليون مشاهده. بس خلاص بعد ما بيتشاف ولا ليه اي تاثير. وممكن يبقى في عمل شافه مجموعه صغيره لكن بيبتدي تاثيره بيبقى عامل زي تاثير ايه؟ فكره الحجر اللي بيترمي الدوامة في الميه الدوامة. فيعمل دوامات ويبتدي تاثيره يكبر. فالموضوع مش بالكم بس. لا ممكن يبقى الكيف كمان على المدى البعيد مؤثر يكون اكتر اكثر تاثيرا يكون اكثر تاثيرا. فعشان كل ده لازم ان احنا يعني نفهم كمان انه فكره الاواني المستطرقه في الثقافه انه لازم يبقى عندك نخبه قويه ممكن تبقى عددها قليل بس لازم تبقى نخبه حقيقيه مثقفه بجد متعلمه بجد بتفهم بجد. مهما كانت قليله الناس دي هي اللي بتصيغ الراي العام سواء في مجال الجامعه في مجال التعليم بشكل عام في مجال الاعلام في مجال الكتب والدراسات المتخصصه فيبتدوا هم القليلين دول يأثروا على دايرة أكبر فتبتدي الدايرة الأكبر تأثر على دايرة أكبر. يعني ده مهم كمان إن المسألة مش بالعدد ولا لو بالعدد ده يعني في أشكال من الإنتاج اللي يقعدوا يكتبوا على السوشيال ميديا بقى وبيعملوا الكليبات والبتاع ده وهم يجوا يسوقوا المركب بقى بتاعت الثقافة وخلاص ونقعد إحنا في صحيح مش إحنا يعني الناس اللي يعني الكبار الأساتذة يعني اللي إحنا اتعلمنا منهم يبقى منهمش لازمه. طب خليني اروح لمحور اخير هخرج بيك من مساحه النقد ومساحه اللي هو يتحدث بقواعد و واللي هو بيبعد في قرايته للعمل الفني عن التاويلات من اي جهه. لكن انت ليك تجربه في الحياه العامه والحياه السياسيه وشفت جماعه الاخوان عملت ايه واحدثت ايه في البلد. هاي. هذا العمل لما بنقراه هذه القراية يعني استحضاره لهذه اللحظة التاريخية عشان توصل رسالة انه هذا الفكر مش فكر جديد فكر قديم ولو نفس الاهداف وبيقول نفس الكلام وبيغسلوا دماغ الناس بنفس الطريقة الحتة دي شايفها ازاي؟ مجرد انه المسلسل اتعمل وبهذا الضخامة في الانتاج وهذا الحضور اللي عمله المسلسل ده بيشجع وده حصل بالفعل يعني يشجع الناس على العودة للتاريخ واحنا علاقتنا بالتاريخ للأسف ضعيفة جدا يعني تقتصر على اللي احنا درسناه كده في المدرسة وما كناش حابينه عشان هو مفروض علينا وكان جاف وسطحي وجاف وكده انما احنا ما نعرفش حاجة عن تاريخنا حقيقي ما نعرفش حاجة عن تاريخنا المهم جدا ان احنا نعرف تاريخنا كويس قوي زي كل الشعوب ما بتعمل اتفرج على الانجليز بيشرحوا تاريخهم ازاي بكل ما فيه بقى من بكل جرأة صحيح فمهم ان احنا نفهم ونعرف تاريخنا كويس جدا لانه التاريخ ده هو اللي بيتحكم في الحاضر حتى على المستوى الشخصي ماضينا هو اللي بيتحكم في بكره مش كده يعني احنا صحيح انا بكره بتاعي ده اللي بيصيغه هو الماضي بتاعي وكذلك المجتمعات فلازم نعرف الماضي بتاعنا ده عشان نفهم مش هنقدر نفهم الفكر الانعزالي والفكر المتطرف من غير ما نفهم هذا التاريخ كله فمجرد ان الناس ابتدت تقرا وترجع للتاريخ ده مهم جدا انت شايف تفهم إن الجذور شايف ان دي حسنه مهمه جدا من حسنات المسلسل ان هو خلى الناس تروح تدور طبعا لازم تعرف يعني انا اقول لك على حاجه لسه النهارده بفكر في حاجه قلت الله هو الحي بتاع البطنيه ده دي علاقة بالجماعة بتاعت البطنية ما هو الصباح كان قاعد هناك مش كده؟ فده هو في المنطقة دي فهم في الحقيقة هم موجودين في حياتنا اليومية ممكن يكون انتقلوا من الشيعة للسنة لكن الأفكار نفسها لسه موجودة ما هيتواجدت بأشكال تانية صحيح يعني فهي موجودين ما بيموتوش يعني الأفكار بتفضل موجودة وتتوالد أنا عايز أقول لك إنه في بعض الباحثين ان هم يعني استعرضوا سبب تسميه الجماعه بانه الحشيش وان هم كانوا بيحشوا الرؤوس في بعضهم قال لك ان المصريين اطلقوا على الفئه دي او على المجموعه دي الحشاشين لان هم بيضربوا يعني بيقولوا اي كلام
يعني جزء من التفسيرات يعني انه بياخدوا مخدرات يعني لا ان هم انت عارف لما اي الحش فكره الحش الرقبه حش الرقبه لكن ده تعبير مصري اصيل لكن المصريين قال لك انه وصفوهم بالحشاشين انت عارف المصريين لما حد يهبد في الكلام ويقول اي كلام يقول لك ده محشش اوكي يعني من التعبيرات لكن الحسنه زي ما حضرتك شايف انه هي اعاده الناس مره اخرى دي الحسنه الاولى المسلسل لقراءه التاريخ مره بالظبط الحسنه دي الحسنه الاولى في لغايه دلوقتي ما شفته في المسلسل فكره انه احنا نفهم انه هذه الشخصيات وده اعتقد انه ايجابيه في المسلسل مش سلبيه انه الشخصيه مش شر مطلق ولكن ليها جاذبيتها وليها تأثيرها وليها سحرها ده مهم جدا علشان نفهم هؤلاء الناس وعشان اللي بيتلقى يبقى مصدق هو لأنه أنا مش أسامة بن لادن مثلا ده ما كانش يعني شيطان أكيد كان راجل يعني طقي وعنده سحر وعنده تأثير ولقوا في مقتنياته مجلات البلاي بوي يعني وعنده الجزء ده برضه لا ما هو إنسان إنسان برضه ما أنا بتكلم في الملامح الإنسانية عنده ما هو يعني ما هو اكيد عنده صحيح. رغباته وشهواته مهما كان يعني فاحنا وده على فكره جزء انساني في اي حد لكن انه يعني فكره الشيطنه او ان احنا نحول الاشخاص الى ملائكه او شياطين دي بتخلينا ما نفهمش كويس ويحصل شايف ان دي حسنه ثانيه في دي اعتقد ان دي حسنه لان احنا مش بنتكلم انه فلان البنا ولا الصباح ولا اي حد من أئمة التطرف والعنف انه هو كان شيطان مطلق لا اكيد كان عنده قدرة على التأثير لكن كان عنده ممكن بعض الايجابيات لكن ممكن يكون كان تقي بس ما هي التقوى انحرف احيانا ممكن تؤدي لما توصل اي شيء مثلا المصري بيقول ايه اي شيء يزيد عن حده بتقلب لضده ينقلب لضده فكذلك يعني التقوى اذا زادت عن حدها تنقلب الى لانه هنا بتوع التطرف بتوع يعني العلم الروحاني يقول لك ان هو يفتن بنفسه هو ده اللي حصل فده اللي حصل يعني هم اشخاص صحيح فيهم يعني جزء خير وجزء شر لكن الشر غلب في النهايه بالظبط انا بشكرك جدا الكاتب والناقد الكبير الاستاذ عصام زكريا كنت معنا في الشاهد شكرا لحضرتك وشكرا لكم.